بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مجددا في رواية ست شامية، تسجيل VR02 على قناة MCH مسافة سمارت في اليوتيوب. كما تعودنا في التسجيلات السابقة نقرأ النص وهو في الصفحات اليمنى. ست شامية أو كسمي قالت: الدين في أبنان له رقم 1.4.13. يا ولدي أو يا حفيدي، ابحث عن الرقمين الآخرين التي الرقمين لها علاقة بتكرار الكلمة في كتاب القرآن الكريم كتاب الحق. ولكن اسمع، 13 هو رقم يو اي هو في أبنان، وهو الشخصية الغامضة الرئيسية في الجزء الأول من رواية ست شامية. أبنان يو اي هو في أبنان 113.5×5×13. ابحث عن الاسم، فهذا الاسم هو المحفز لكل ما يعمله يو اي هو. يو اي هو في أبنان 113×5×13 هو، وهذا الاسم هو الحافز الرئيسي لعمل يو اي هو. وذلك العمل هو نشر الخوف. يو اي هو هو من صنف الإنسان، أحيانا يكون رجل وأحيانا امرأة. بحث كم مرة اسم حسد المقابل لرقم 113×5×13 وكم مرة تكرر في الكتاب الحق القرآن الكريم. والمحفز هذا هو كلمة حسد في آخر السورة 113 في الآية رقم 5 والكلمة رقم 14 من بداية رقم 13 من بداية السورة. قبل أن أبحث أريد أن أخبركم أعزائي القراء والمستمعين معنى حسد بالإنجليزي حسب ما هو مترجم. هو envy، و envy أو حسد
تكرر في القرآن الكريم فقط 4 مرات. هنا بعض الحل أو الخيط من تكرار كلمة حسد فقط 4 مرات في القرآن الكريم، بينما الدين إذا نذكر تكررت 96 مرة. فهنا 4 مرات وستة وتسعين تكمل 100 مرة، بمعنى أن هناك 4% لكلمة تكررت من مجموع 100. اتصلت أو حاولت الاتصال بست شامية فقلت ست شامية ستي المحترمة ساعديني، فكري معي ما سر علاقة 4 كلمات وهي الحسد، 96 كلمة وهي الدين. ولكن للأسف لم ترد علي لوقت طويل منذ 2013، يعني منذ تقريبا 7 سنوات. سألتها للمساعدة لكن لم ترد علي ولم تعود إلي. احتمال هي تعرف أنه تم مناقشة هذا الموضوع من قبل عندما كنت في الصف الثاني الإعدادي أو في الصف الرابع ابتدائي. ذلك الوقت كنت في المدرسة الخالدية عام 1968، وكما نعلم أن المدرسة الخالدية هي في نفس مدينة ست شامية وهي مكة المكرمة، والتي يراها كل إنسان على التلفزيون. كانت المدرسة اسمها المدرسة الخالدية في مكة المكرمة. الخالدية عربي، اسم عربي يعني بالإنجليزي forever. فكانت هذه في الصف الرابع كانت بدايتي بالتعلق بالأرقام. في الصف الرابع كان مادة الحساب كانت أول مادة نأخذها، أو أول دخول مادة الحساب في الدراسة الابتدائية في ذلك الوقت. وكان المدرس اسمه علي عبد الحميد، وكان هو من بلد والد ست شامية الشام أو دمشق في سوريا. وهي نفس البلد التي منها والد ست شامية الشيخ أحمد الشامي أو المخللات رحمه الله.
كنت في المدرسة الابتدائية، الخالدية، وكان والدي ابن الست شامية، ابن ست شامية الوحيد، قد تخرج منها عام 1946. ست شامية علمت ابنها الوحيد كيف يهزم الشر وكيف يعلم الحب. عندما تخرج 1946 من المدرسة الخالدية، عاد إليها الوالد حفظه الله، عاد إليها بعد عام ليدرس فيها. وهو بطل الجزء الرابع من رواية ست شامية. وست شامية علمت ابنها الوحيد كيف أن يكون هو الذي ينقذ العالم ليكون حر من سيطرة يو آي هو، الشخصية البارزة في الجزء الأول، وهو شر حاسد إذا حسد. وأيضا علمته كيف يغتنم، أن يعلم كيف تغتنم الفرص لدحر الحسد، وبالإنجليزي Life Opportunity Vanishing Envy Love. وشكرا.